pleased to announce an MOU signing between Munshaat and Saudi Commission for Health Specialties. تسعد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اليوم بتوقيع اتفاقية مع منشآت في إطار المؤتمر الدولي لريادة الأعمال. هذا المؤتمر حظي برعاية كريمة من سمو ولي العهد، ويهدف المؤتمر إلى تطوير مبدأ ريادة الأعمال في جميع المجالات ومن ضمنها في مجالات الممارسين الصحيين، وهذا يأتي ضمن توجه المملكة في رؤية 2030 بزرع روح ممارسة ريادة الأعمال في جميع النطاقات التي ستنعكس بإذن الله على جوانب اقتصادية ممتازة ومهمة للبلد.